بمجرد دخولك إلى حي 84 سكن بمنطقة تاورا ولاية سوق هراس، يخال لك أنه حي مهجور نظراً للوضعية الكارثية التي أصبح عليها بعد أن تحولت جل المحلات التابعة للسكنات إلى بؤرة للأمراض بسبب تجمع المياه القذرة بداخلها. وما زاد الأمر خطورة هو اتخاذ بعض المنحرفين لهذه المحلات ملاذا لهم، مما يهدد سلامة وأمن قاطني الحي وخاصة الأطفال. ساكن في حي 84 سكن، الباطيمات هذوما عطوهم لنا في 2018، نص العام الأول عقبناه بيا، بعد نص العام الأول ولد قالها لأختي ولد حاشاكم لابوبال ولد تجري المياه القذرة، ولادنا هم صغار كيما أنا عندي ولدي ست سنين ما يخرجش من الدار. الحوانت هذه تحت الفاطمات ولا أوكار تاع مجرمين يتعاطوا فيه المخدرات، يجيبوا فيه كلش. أن ولادنا صغار ما نقدروش، ما صبنا نعسوا عليهم على المجرمين هذوما، ما صبنا نخدموا أرواحنا، ما لقيناش حتى حساب. عند ترونسفو تاع تريسيتي راهو قداهن واحد لهب له تلفزيون في الجدار، راهو قداهن واحد يصوتي باش يجيو يخدموه لنا. رئيس البلدية وفي رده على هذا الانشغال وعد باتخاذ جملة من الإجراءات في القريب العاجل. محلات تجارية الواقعة بالحي السكني 84 سكن والتابع لديوان الترقي والتسيير العقاري قد تم تحويلهم إلى مديرية التشغيل، أنه في أقرب الأجال إن شاء الله سوف يتم توزيعهم على المواطنين المستفيدين. فهل تنجح السلطات المحلية في إنهاء معاناة قاطني هذا الحي أم ستبقى دار لقمان على حالها؟